برنامج رفيق للسيدات والسادة النواب المحترمين من فريق العدالة والتنمية. كلمة لكم سيد نائب، تفضلوا. شكرا سيد الرئيس. السيدة الوزيرة المحترمة، نسائلكم على البرنامج الوطني رفيق المتعلق بتكوين متخصصين في مجال اضطرابات طيف التوحد. كلمة السيدة الوزيرة للجواب، تفضلوا. شكرا سيد النائب، شكرا سيد الرئيس، شكرا لكم على هذا السؤال. هذا البرنامج يعتبر من البرامج المهمة جدا، واللي ارتباطا بالسؤال السابق حول ما هي المجهودات التي بدلت يعني في قضايا للاشخاص في وضعية إعاقة في بلادنا، برنامج رفيق يعتبر من البرامج المهمة جدا، والذي جاء في إطار الارتقاء بجودة الخدمات التكفل، خدمات التكفل بالاشخاص ذوي إعاقة التوحد. هذا البرنامج اللي تم في إطار شراكة مع إحدى الجامعات الخاصة، واللي كان بناء على دفتر تحملات، لليوم بمقتضاه كيعطينا تكوين كل سنة، هو في مقسم على 3 سنوات، كل سنة 60 إطار خبير في مجال إعاقة التوحد. واليوم حنا في السنة الثانية ونستعد يعني الفوج الثاني، الفوج الأول كان فيه 60، وهذا كل سنة 60 مطلوب منهم أن يواكبوا 1200 على مستوى الأسر اللي عندهم أطفال في وضعية من هذا النوع إعاقة التوحد. وهذا من البرامج كما قلت اللي برنامج مهم، اللي كان لأنه كيأهل وسيواكب الأسر، لأن كتعرفوا أن من أهم التحديات اليوم اللي كتواجه الأسر اللي عندهم أطفال في وضعية إعاقة هي حسن المواكبة لضمان الإدماج وضمان تمدرس وضمان كذلك في المستقبل الإدماج في مجال الشغل. كلمة لكم سيد نائب التعقيب، تفضلوا. شكرا سيدة الوزيرة المحترمة، سيد الرئيس، نشكركم سيدة الوزيرة ومعكم الحكومة أنكم أوليتم اهتماما لأطفال التوحد وعائلتهم ببرنامجكم هذا، لكن رغم هذا فإن ما قمتم به على أهميته يحتاج إلى برامج أخرى مواكبة له، كبرنامج رفيق في الصحة، وبرنامج رفيق في التربية والتكوين، وبرنامج رفيق في الشباب والرياضة، لأن معاناة أطفال التوحد وأسرهم تبدأ من الأشهر الأولى للولادة، إذ تبدأ رحلتهم الطويلة لتشخيص حالة أطفالهم، لينتهي بهم المطاف بعد شهور وسنوات أن طفلهم مصاب بمرض لا يعرفون له أصلا ولا فصلا، إنه مرض التوحد، لتبدأ مرحلة العلاج على مستوى وزارة الصحة، حيث لا أطباء متخصصين في التشخيص والعلاج، لا مراكز صحة متخصصة، حين تضطر الأسر إلى الطواف بابنها بين طبيب تقويم النطق وأخصائي تعديل السلوك مرورا بأخصائي الطب النفسي، وبالتالي ميزانية شهرية ضخمة. وتزداد معاناة أطفال التوحد وأسرهم عند بداية كل موسم دراسي، لأن جل المؤسسات العمومية والخاصة ترفض استقبالهم أو تستقبلهم دون توفير بنايات خاصة بهم، ولا موارد بشرية متخصصة، ولا معارف ضرورية لمواكبتهم، ولا تكفي لبرامجها وامتحاناتها مع خصوصيتهم. ومنها من ترفض استقبال الطفل التوحد مع مرافقته ينتهي بهم المطاف خارج أسوار المدرسة. حين تتجه الأسر إلى البحث عن جمعيات متخصصة فلا تجد إلا جمعيات خبرتها صفرا في مجال التوحد، أو جمعيات جمعت في مقرها جميع أنواع الإعاقات، حتى إذا وجدت جمعية متخصصة فإن تكاليف التسجيل والمواكبة باهظة جدا، رغم أن هذه الجمعية تتلقى دعما من وزارتكم ومن الجماعات الترابية وغيرها. كما أن فترة الاستقبال والمواكبة محدودة ومحددة بالزمن المدرسي، لكن خلال العطلة المدرسية لا ضوء الشباب تستقبلهم ولا برنامج العطلة لجميع يحتضنهم. شكرا سيد نائب. باغي ندير الإشادة بالأمهات. هل من تعقيب إضافي؟ كلمة السيدة الوزيرة للرد على تعقيب. شكرا لكم السيد الرئيس، شكرا السيد نائب. أولا كيف ما قلت، هذا البرنامج هدفه هو توفير خبرات وطنية ذات كفاءة عالية في مجال تكفل بالأشخاص ذوي إعاقة التوحد، والذين اللي كيحصلوا على التكوين اليوم هم من أطر وزارة الصحة، أطر من التربية الوطنية، أطر من القطب الاجتماعي التعاون الوطني ووزارة التضامن طبعا، ومن بعد تصل التكوين والمواكبة إلى الأسر خاصة إلى الأمهات. وقد لاحظت كيفاش أن الأمهات اليوم مقبلات يعني، والأسر مقبلة على هذا النوع من التكوين، نظرا لأنه كاين خصص اليوم، كاين خصص مسجل نعم، ولكن هناك يعني برنامج رفيق وستواكبه ان شاء الله برامج اخرى اللي كتستهدف النهوض بكل انواع الاعاقه، لان اليوم لا يكفي فقط انه تكون عندنا برامج يعني في مجال التربيه، في مجال نعم، وكذلك الحديث على التشغيل سواء منه التشغيل في القطاع الحكومي، واللي اليوم الحمد لله بلادنا تم ترسيم عبر المرسوم، تم ترسيم شكراً. انه شكرا سيده الوزيره.